رح نروح عند الشيف شادي ونشوف شو عم بيدوق. شو عم بدوق؟ لا مش عم دوق رولا، عم او كنت عم دوق الحقيقه. عم شوف اذا كانوا القرعات اوكي او اللقطين مستويين. رح نعمل اليوم شوربه بتعقد بتجنن، كما انه البصل كمان صار جاهز، البصل المشوي مع البطاطا المشويه. يامي بدنا نعمل منه سلاد كمان كثير طيب. تصور شوينا بطاطا وشوينا بصل تنعمل سلاد، فهيدي كمان شغله كثير حلوه. وراح يكون عندي بعدين الصفاد المصلز اللي حاعملهم بطريقه حلوه كمان بالفرن. بس قبل عندي شكر كبير كمان للشيف عبد الله، كمان امبارح عمل وصفه كثير حلوه رح نساله عنها بعدين، وراح ناخذ كمان الوصفه منه، هي الصفوف. يامي. فشو عمل امبارح؟ فل وترك لنا اليوم تارك شيء من امبارح. اوكي طلع كيف صينيه بتعقد بتجنن. انا سويتها اليوم الصبح فكمان شكلها كثير حلو، فرح تكون الترويقه لنا اليوم. كلنا مشكور عبد الله. ثانك يو. ثانك يو لك شيف، وثانك يو كمان للشيف عبد الله. اما هلا رح ننتقل لعند كيندا بارض وورد، وهي بتستقبل كمان اتصالاتكم اليوم مباشره على الهواء. بونجور. بونجور. كيفنا اليوم؟ منيحه. تمام. في عنا اتصالات، ولكن قبل رح تجاوبي على بعض الايميلز اللي بعثوا لك اياهم والاسئله. من وين بتحبي تبلشي؟ رح نبلش بالميلز اكيد، ورح بلش باول ميل وصل اليوم وهو من سهى، بتسال عن الباذنجان. باذنجان؟ بتحبي الباذنجان؟ كثير. سهى زرعت باذنجان هالسنه، بتقول انه هي زرعت الباذنجان، في كثير زهور ما عطيوا يعني ما عطيوا ثمر، وبعدين وقت اللي اجت حتى تقطفهم كتار منهم طلعوا مرين، فهل معناتها انه هالفرايتي او النوعيه يلي زرعتها ما بتسوى، لازم تجرب شيء ثاني، ولا في شيء غلط انعمل لحتى ما عقدت او ما عطيت الثمر تبعولها؟ في شغلتين صاروا، اول شيء لنجاوب على ليش بتطلع الباذنجانه مره، اجمالا اذا كان منأخر لحتى نقطفها بتعطيني هالطعمه هيدي اللي بتبقى على مر. الباذنجان عادة بياخد تقريبا 5 أشهر من أول ما نزرع لبين ما نبلش نقطفهم، وعادة بدنا نقطف أول ما يبلش، مش يبلش، أول ما يصير لونه كامل، يعني بس كلها سوا تلون مظبوط، هذا هو الوقت بيكون المناسب، ما ننطر ليومين ولا ثلاثة من بعدها، بس يصير لونه بطل اللون اللي بنسميه الاوبرجين او اللون اللي على فيولي، بلش يصير على بني اكثر، بتاخذ هالطعمه هيدي بتكون استوت زياده عن اللزوم، فوقت القطف كثير مهم لحتى يعطيني طعمه الباذنجان الطيب يلي نحن بنحبه. هلا الازهار يلي زهروا وما عطيوا ثمر بيقدر يكون واحد من الاسباب انه هي الزهره اللي شافتها هي الزهره الميل، لانه كمان الباذنجان عنده ازهار ميل وفي ميل وفي ميل، ممكن انه يكون هيك وما عقدوا لانه منهم ازهار بتعقد، فممكن يكون هذا هو السبب، او ممكن يكون كمان نوع من المن يلي ببلش ياكل الازهار الطريه والوراق الطريه كمان، وحتى لو كانت الزهره عقدت ممكن انه يكون يعني اكلها قبل ما انها تصير. مشان هيك دائما شو ما كنا عم نزرع دايما بقول انه واحد اذا كان بينتبه، يعني اذا بيراقب المزروعات تبعوله بس هيك يمرق من حدهم يشوف اذا في شيء بهالشيء، كل ما المعالجه بتكون أسرع كل ما نقدر انه نلاقي حل مناسب اكثر وبنكسب النباتات اللي هن زرعناهم. اكيد. اوكي هيدا بالنسبه للباذنجان. السؤال الثاني عنا اياه، رح نفرجيكم صوره كمان لانه قد ما شرحتها يمكن ما حتعرفي عن شو عم نحكي، السيبيروس او يلي بنسميها البابيروس، بنسميها البرده كمان. وانا اجاني السؤال قصب المي، هلا قد ما فهمت من السؤال وبعتقد يعني ان شاء الله اكون لقيت النبته المضبوطه، لانه على الوصف يلي وصلني من سوزان بعتقد الاسم، بعتقد انه عم نحكي عن نبته السيبيروس او البابيروس يلي هي البرده، البرده المصريه، وعاده بنزرعها نحن بكثير من الجنينات. هلا بسموها قصب المي لانه بتطلع كثير قريبه من المي، بتحب المي او بتحب الاماكن، كثير ايام بنزرعها حد بسان او بركه مي، حابين انه نحط فيها سمك بقلب جنينه او شيء من هذا. والسؤال هو انه اخذت كثير محل، يعني اول ما زرعتها سوزان اخذت محل بالجنينه صغير
بعد منها صارت تتوسع أكثر، وهي بدأ أنها تشيل منها شقفة، ما بدها تخليها هالقد كبيرة لحتى تزرع أشياء تانية ملونة وبتزهر أكثر. هل ممكن أنه إذا كان قصتها ترجع تفرخ عن جديد تتعرف إذا كان هالمكان هيدا بتخصصه لشيء تاني ولا لا؟ هلا عادة السيبيروس منا من النباتات يلي بنسميها الانفاهيسانت، يعني يلي كثير بتكبر وبتاخذ كثير محل بسرعه، بتكبر اذا عندها مجال، اذا التراب فاضي حدها بتكبر وبتاخذ هيدي المساحه، بس اذا كان مزروع حدها شيء من الصعب انه تاخذ مكانه الا اذا كانت نبته ضعيفه او نبته صغيره. لحتى نشيل قسم منها بدنا نشيل القسم منها مع شروشه، يعني اذا بدي انه صغر المساحة يلي مزروعة فيها سيبيروس بدي احفر تحت التراب، شيل كل شيء ما بدي اياه مع شروشه، بهالطريقة بضمن انه نحد النمو تبعولا ونخليها محدودة بمنطقة معينة من الجنينة، وساعتها فيني ازرع مكانها اللي بدي اياه. هلا كل شيء وراق بلشت تدبل او تصفر بتنقص، وعادة بتنقص من الكعب، مش ضروري نشيل الشرج تبعها بس بتنقص من الكعب لحتى يرجع يطلع غيرها، وهي من النباتات السهلة اجمالا اللي ما بدها كثير عناية لحتى تضل عم تعطيني هالوراق الخضرة الحلوة يلي شفناهن قبل شوي. اوكي؟ اوكي. ثالث سؤال رح ناخذه هو عن الاوركيد، وطبعا ما في ولا حلقه هلا قلت لهم دائما قطع موسم قطع موسم الجاردينيا، دائما في اسئله عن الجاردينيا، بلش يخف عن الجاردينيا بنوصل على الاوركيد يلي هو عاده بالشتاء بيكون هي من الازهار الاكثر شيء موجوده، لانه الاوركيد من النباتات يلي على مدار السنه بنلاقيها بالمشاتل بما انه هي نبته استوائيه، وهي من النباتات يلي كثير عندها معجبين، ودائما بس واحد بده يعمل كادو لحدا هيك بحبه او بعزه بيكون عم يدي اوركيد. سؤال بس هو بس قبل بدنا ناخذ اتصال من هيفا ونرجع من كافي. هيفا صباح الخير. هيفا بونجور. ايه بونجور. يا اهلا وسهلا. ايه بدي تفضلي اسال المدام عن الزهور. تفضلي. ايه جربت ازرع ارتانسيا مثل ما قلت لي. مثل ما علمتنا. اوكي. دبل الاوراق بس فيها بعد زر قاسي. ايه بس تذكريني. بدي طبقه القميص البلاستيك. اوكي انت زرعتي اخذتي لكينا فسخه من الارتانسيا. اوكي. ايه بس تحسيها بعد شاده بقى، انا شلت البلاستيك عنا، دبل الاوراق هوديك العتاق. لقدام، اوكي. ايه المشكلة انه كيف الواحد بده يكفي يطبق يساعدها لتكبر. اوكي بس في ورق جديد طلع؟ لا لا فيها زر بده يفتح. بده يفتح، بدك إيه؟ بس تداريها لانه هلا مبلش يغير الطقس. خليها بمحل. طيب. هيفا إيه؟ ما بدي اياها تتعرض للشمس لبين ما تطلع الورق، يعني ما يكون في عندها شمس بالنهار. ما يكون شمس كتير؟ ما يكون شمس كتير لحتى إيه؟ تكبر الورقة مزبوط، يعني بدنا نجرب قد ما فينا انه تكون بمحل محمية لا من شمس كتير ولا من هواء ولا هواء بهالايام، يعني بحطها جوا على الشباك ما يكونش في شمس قدر. ايه بس واصل ضوء. جربت ازرع الفلور دونوايل بوينساتيا. اوكي. شلت فسخة ما عيشت منيح، ليش؟ لانه حطيتها برا، قدي بدها تكون تدلحت تحت البلاستيك. لكن البوانسيتيا اصعب، هلا الاورتانسيا فينا نحن نشتلها عنها. البوانسيتيا شوي اصعب لانه نحن عاده البوانسيتيا كل الشطول الصغيره بنستوردها من برا. اوكي؟ لانه لحتى تشرش نحن بنستورد، يعني بتبقى نبته انجا 2 او 3 سم مش اكثر من هيك، كل المشات اللي بتجيبها بهالطريقه وبتزرعها هون يعني او من البذور. إيه؟ مثل الارتانسيا هيك تشريشها منه هين، ما بدك ايه تشريش منه هين لانه بدها حراره معتدله وتكون يعني هي ذاتها على وقت طويل لحتى تقدر تعطيني شروش. إيه؟ طيب من قد ايه لازم تدلع تحت البلاستيك؟ شو هي؟ يا البوانسيتيا يا الارتانسيا. يا الارتانسيا، هلا اجمالا الارتانسيا بدك تحسبي تقريبا 9 اسابيع. 9 اسابيع يعني عم نحكي شي شهر ونص، اكثر من شهر ونص لتكون فرخت وعطيت الورق. ايه اوكي بس اذا قادره انك تحطيها بمحل يكون
معتدل دافي ولا كثير ساقعه؟ تماما بتقدري انك تشيليها. اوكي وميرسي لك كثير. يا هلا. نرجع لتليفون بنتشكر اكيد هيفا. بنرجع ل الاوركيدي السؤال. بس السؤال يلي هو السؤال التقليدي يلي دائما بنساله هو انه بس تدبل الزهره شو فينا نعمل وكيف فينا نخليها ترجع تزهر عن جديد؟ هلا اجمالا اللي بنعمله هو انه نضل نعطيها زيت الاهتمام يلي هو منه كثير، يعني بنسقيها مره واحده بالاسبوع، نخليها بمحل مضوى بدون ما يكون في شمس مباشره ليكون في عندي تيارات هواء ورا كل الليل. يعني قد ما فينا كمان نامن لها جو معتدل وهو زيته على طول الوقت، وننطر هل تيج هيدي شو بدها تعمل. يعني بيدبلوا الزهور نتركها مثل ما هي، بس نشيل الزهور الدبلانه وممكن انه تيج هي ذاتها ترجع تعطيني فرع. بس تعطيني فرع تبلش تعطيني اياه فينا قص التيجة اللي فوقه، يعني محل ما هي مفرعه كل شيء طالع فوق هالفرع الجديد فينا نقصه ونترك منه سنتيمتر واحد للحمايه. حلو اوكي ثانك يو لك يعطيك العافيه. نلتقى بكره اذا الله اذا الله راد بكره مع كمان فقره جديده. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعد نكفي مع مايا بولادي بالدنيا كمان بتستقبل اتصالاتكم على الهواء.